راسك اعلى، ارجع ورا، ريح راسك، ايدك التانية، ارفع ايدك قبل راسك، ارفع ايدك قبل راسك، شد ركبك، شد ركبك، ما ترفع، ها ارجع لورا، ريح بقى راسك، ريح راسك على الكورة، ابدأ ارفع كتافك لأعلى، ارجع ورا كمان مرة، نفسك تمرين، كورة بالراحة، اسحب ايديك، امشي، تمام تمام تمام، ريح ركبك تبقى على الكورة، خلاص احسنت احسنت، بس بس خلاص، شد ايديك، لا خليك بس زي ما انت ما قلتش ارجع، اطلع قدام سنة ما ترجعش، اما اقول لك ارجع، اطلع قدام سنة بس خلاص، جرب رجليك لبعضيها شوية، نزل وسطك وطلعه، وسطك بس، وسطك فقط، وسطك فقط، طلع ايديك، ايديك ايديك ثابتة، ايديك ثابتة، ايديك ثابتة، وسطك بس اللي يطلع وينزل، وسطك فقط، ارفع وسطك لأعلى، أعلى، أعلى، أحسنت، يلا، وسطك أعلى، وسطك أعلى، أعلى، وسطك، اتني، 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 حط الكرة معاك، الكرة تيجي معاك، الكرة تيجي معاك في التانية دي، يلا، ما ترجعش ورا، ارفع وسطك لأعلى، أعلى، 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 نزل وسطك وطلع بسرعة. ايديك زي ما هي ثابته، وزن نزل وسطك وطلع بسرعه، لين من هذه المنطقه، ارجع 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 ارجع، اتني وافرد، تمنيت للركب، تمام ممتاز، يمين وشمال، في اليمين والشمال رجلك اليمين اللي بتضغط تروح ناحية اليمين، ورجلك الشمال مرتاح، تضغط بالشمال واليمين مرتاح. ها. أحسنت. التحميل على إيديك وليس على الرقبة. لف لغاية ما حوضك يرتفع، لف لغاية ما الحوض يرتفع من على الأرض من ناحية الشمال أو اليمين، الحتة اللي أنت رايح ناحية، أيوه ارفع عشان يطق ظهرك. اضغط على الكرة وارفع وسطك لفوق، اضغط على الكرة وارفع وسطك لفوق، اضغط على الكرة وارفع وسطك لفوق، التحميل على إيديك ومش على الرقبة، ممتاز. خد الكرة عليك شوية، خد الكرة عليك شوية، شيل رجليك، ارفع لفوق أعلى، حمل على رجليك، يلا نفس الشيء، دوران يمين ودوران شمال، دوران يمين ودوران شمال، لف لغاية ما تلاقي وسطك يترفع من على الأرض، أيوة ممتاز، يمين وشمال، أحسنت، تلاقي ظهرك طق كده، تمام، خد الكرة تاني وافردها، تاني وافرد، تاني وافرد، من أمتع التمرينات حتى هتلاقي أعضاء ظهرك وبطنك المثبتة بتشتغل دلوقتي، الركب خشونة، أي مشاكل في الركب هذا أفضل تمرين، رباط الصليب قبل الرباط وبعد الرباط الصليب، أوكي؟ اضغط على الكرة جامد وارفع وسطك لفوق، دي احسن شوية، هتلاقي فيه قدرة تحمل اعلى شوية. ممكن نبدأ التمرين ده من الاول، قوم اقعد تاني، مجلس تاني، قوم اقعد، ايوه قوم اقعد، يلا ظبط رجليك في الوضع الصحيح كأنك قاعد عادي، فرد ظهرك، فرد ظهرك، اقعد على الكرة، يلا نام، يلا ابدأ التمرين، خد خطوات، ظهرك ظهرك، سيب راسك تنزل على الكرة خالص، يلا ابدأ بقى تاني وفرد الركبة، يعني هنستخدمه كأنه تمرين الركبة وتمرين الاستطالة للعمود الفقري، من أمتع التمرينات الاسترخاء كمان، ركب واستطالة للعمود الفقري وراحة وهدوء، تمام، توافق عصبي عدمي، تمام، أحسنت يا أستاذ طارق، شكرا. هي دي البوسو بول، ودي إحدى الشركات، شركة كيتلر، شركة جرمن ألماني، ها أقف على صوابعك، أقف على صوابعك، أقف على صوابعك، أقف على كعبك، كعبينك الاثنين، تمام، اوزن نفسك كويس، اوزن، الحق تاني، ماشي تيجي تستدرك، اقف على رجل واحدة، اوزن يا رجل، هم رياضيون، الرياضيون يقعون، فما بالك بقى بايه الناس العادية، هذه تنمية التوافق العصبي العضلي، تمرينات الركبة مهمة جدا جدا، اقوى افضل تمرينات تقوية للركبة، البوسو بول وكرسي التوازن. محترف رياضة يا أستاذ طارق صح؟ لا ما ولا هاوش؟ هاوش. كانت العملية في رجلك نيه؟ كانت العملية في رجلك نيه؟ هنا بيشترك الجزء العلوي، بعض الشركات طورت الكرة أو كيتلر اسمها البوسو بول، تمام؟ عملوا منها إيه؟ عشان تشغل الأبر ليمب، من أفضل تمرينات التخسيس وفيها متعة، فيها إن جسمك كل الوقت في حالة اهتزاز والتوازن، فيقوي عضلات الثبات في الارجل من اول الصوابع تحت لغايه نص الظهر لغايه الظهر، ثم بتشغل ابر ليمب. شوف ما بالك بقى الشباب الرياضي بيتالم من ايه؟ من حركه التمرين. اعمل حركه دائريه بايديك، ارفع ايديك لفوق،
دور ايدك يعني اعمل دوران بايدك ها اعمل دوران ايوه ها دايره كامله دايره كامله دايره كامله احسنت احسنت اعكس اعكس مالك بتكشر خد نفس جامد بلاتس بروجرام خد نفس جامد من خشمك وطلع من فمك ها ارجع تاني تيجي تستدرك ده احلى تمرين فيها انك تنزل من عليها وترجع تاني برجل يمين مره وبرجل الشمال مره البوسو بول تمام وكورس التوازن مهم جدا في تأهيل الركبة ما قبل الجراحة وبعد الجراحة كمان